وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراجون الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. ويشتمل بروتوكول التعاون الذي وقع اليوم على مجالات عديدة منها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، مما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي. وخلال التوقيع أكدت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ أن هذا التعاون هو أولى ثمار نجاح الشركة بين إبدأ وشركة كوبريكي الإسبانية، فهو يعد بمثابة الشرارة الرئيسية لتشجيع مجموعة موندراجون العالمية على زيادة استثماراتها في مصر في قطاع الصناعة وقطاعي التعليم الفني والتدريب التقني. كما أكدت الدكتورة أماني عيد على سعي مبادرة إبدأ الدائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما الاستثمارات الصناعية، لدعم وتطوير قطاع الصناعة، مما يساعد في إحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية. وتعد مجموعة موندراجون العالمية واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز، لإنشاء مصنع كوبريكي مصر ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز في مصر، والذي تصل طاقته الإنتاجية لأكثر من 10 ملايين صمام أمان غاز سنوياً.